اليوم يا سيدي، مبارك هو اسمك يا يسوع. أشكرك يا يسوع أنه على قوتك، أشكرك أنه على روحك، أشكرك أنه على محبتك لنا، أشكرك على قوينا حتى نكون نفسنا ونتبعك يا يسوع. أشكرك يا أبوي الحبيب على حبك وحنانك لنا. انظروا لمعظم المحبة التي حبنا بها الآب حتى صرنا ندعى أولاد الله. فكان بالأحرى يسود بالحياة بالمسيح سعداء الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر مجانية. نعم الشريعة أدخلت لكي تزداد الخطيئة، ولكن حيثما ازداد الخطيئة ازدادت النعمة أكثر وأكثر. فينا هو أعظم من الذي في العالم. نعم روح الله صليم أنه نطفح علينا بقوة رهيبة. أنت وروح الحق المعزي المعين. مبارك واسمك يا يسوع على بيت العبدين. آمين ثم آمين. قرية يدك مرتفعة.
مرتفعة يمينك، مرتفعة يمينك، لك ذراع القدرة قوية يدك، مرتفعة يمينك، مرتفعة يمينك، العدل. لك أيضا الأرض المسكونة وملؤها، أنت أسستهما، لك السماوات، أنت أسستهما، لك يا قدرتي قوية يدك، مرتفعة يمينك، مرتفعة يمينك، لك ذراع القدرة قوية يدك، مرتفعة يمينك، مرتفعة يمينك، العدل والحق قاعدة كرسيك. جئت إلي يا ولدي وقلت لي إني أريدك يا أبي أن تصغي إلي، أعطيني حصتي التي تخصني ليذهب وأعيش دوما لشهوتي، فأعطيتك يا ولدي كل ما تريد، وبعدها رأيتك تذهب بعيد، ونظرتك تنفق ما لديك وتصرخ من كل ما حل عليك. فأرسلت ابني هذا النجم المنير ليحطم بسفك دمي القديم عن عنقك كل عار هم ونير، ويعلن لك حبي الكبير. فإن ابني هذا الحمل الوديع قد فعل كل ما لا تستطيع، فمات وقام وكسر الحصن المنيع بكلمة من فمه أنار الجميع. فالآن لي إليك شوق يا بني، فاسمع لصوتي وتعال ارجع إلي، سأكون واقفا متلهفا إليك، سأركض وأسكب روحي عليك، وأضع في إصبعك خاتما، وأحضر كل عجلا مسمنا، وسوف نفرح ونكون معا، إذ أنت حي بعد
بعدما كنت ميت. فالآن لي إليك شوق يا بني، فاسمع لصوتي وتعال ارجع إلي. سأكون واقفا متلهفا إليك، وسأركض وأسكب نفسي عليك، وأضع في إصبعك خاتما، وأحضر كل عجلا مسكنا، وسوف نفرح ونقول معا، إذ أنت حي بعدما كنت ميت. محتاج لروحك، دمك يسوع يشفي الجموع، غير قلوب الناس يشجع الرجوع. دمك يسوع يشفي الجموع، غير قلوب الناس يشجع الرجوع. ربي يسوع تنطي الينبوع، تمحي جروح الناس، تمسح الدموع، تمسح الدموع. محتاج لروحك، محتاج لصوتك، محتاج اشوفك ربي واطلب منك. قيامتك يا يسوع ما بيها الوجود، منتصر انت يا اسد للابد مرفوض. قيامتك يا يسوع ما بيها الوجود، منتصر انت يا اسد ابد مرفوض. حياتي البنون انطيت روحك يا يسوع حسب الوعود، حسب محتاج روحك، محتاج صوتك، محتاج اشوفك ربي واطلب مالك. محتاج لروحك، محتاج لصوتك، محتاج
يسوع هو وحده شوفنا المودة فوق العقول يا سيدي هذه المحبة يسوع هو وحده شوفنا المودة فوق العقول يا سيدي هذه المحبة نركض إليه بس نودي وتحرسنا وتأمننا
انت وجودك بيطمنا وياك لا نخاف ولا نتسد وعليك طول العمر علينا وحمينا وبتعتني بينا وعشان انت موجود فينا الاحزان بتفيد تعويضها عايز اقول لك قطر خيرك ده مش جايك وانت مش عايز اقول لك ربي راعي يوم سلامي عمري ما احتاج لي في الجدوب هو طعام في العطش نبع المياه وفي وادي الموت ماشي وخروجك من الخطر مستورك هللويا كل مضلة في المطر قال لي ما تخافش دخولك وخروجك من الخطر مستورك من الرح وإيدي كل مضلة I'm not afraid.
ده ميلاده
حسب الإشارة حسب الوعد أعظم عطية سماوية
خفيفة من مدخل تعيد يعظم بك انتصارك كنت دون الأمانة اجتمع لا تكن ضربة من خيمتي أنت خفيفة من مدخل تعيد يطمع النور السريع Thank you.
فيك الوحيد على ملكا فينا يسير وعلى حساب دم الصديق على إبليس النصر أمين ومن هتافات والتسبيحات داخلين حروب من نهار وليل وحرم من ليل أطلع حكايلي
تذكر صلبه جلداته وتعلق به وانا عيني في ضيق او جنون دمت اللي بعد زمان فيا دمك يا يسوع يا يسوع من زيك يا ابن الله
وحببك التغيير لما دقتنا مساء اتغير قلبي كتير لما طائر شبابك وحببك اشكرك لانه انت ما تعرفني يا رب،
علينا يا رب وين نورك تشوف الناس بينا. اشكرك يا رب انك ابنك يا رب راعي صالح يا رب تدري خرابك يا رب تصلي يا رب وتصل عاصفه يا رب اعطيني يا رب ثقه مثل ما انت بيتك القدس خلي عينك علي وامشي على الميه يا رب يا رب اعطيني هللويا فيما بعد فيها. ألا تعلمون أن نحن الذين غطسنا في المسيح يسوع قد غطسنا في موته، فلذلك نحن قد دفننا معه بالغطس في الموت حتى كما أقيم المسيح من بين الأموات بمجد الله الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في حياة جديدة، لأنه كنا قد غرسنا معا في شبه موته هكذا سنكون أيضا في قيامته.
عارفين هذا ان انسان عتيق قد صلب معه حتى يدمر جسد الخطيئه لكي لا نخدم الخطيئه فيما بعد، لان الذي مات قد تحرر من الخطيئه. فالان ان كنا قد متنا مع المسيح نحن نؤمن اننا سوف نحيا ايضا معه، عارفين ان المسيح الذي اقيم من بين الاموات لن يموت مره ثانيه، إذ ليس للموت سيادة عليه فيما بعد، لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطيئة مرة واحدة. وأما الحياة التي يحياها فهو يحياها لله. هكذا احسبوا أنفسكم أنتم أيضا في الحقيقة أمواتا للخطيئة، لكن أحياء من الله بيسوع المسيح ربنا. لذلك لا تدعوا الخطيئة تشوف في جسدكم الميت لكي تطيعوا شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم كأدوات إثم للخطيئة، بل قدموا أنفسكم لله كأناس أقيموا بين الأموات وأعضاءكم كأدوات بر لله، فلن يكون للخطيئة سيادة عليكم، لكم لستم تحت الشريعة بل تحت النعمة. ماذا إذن؟ هل سنخطئ إننا لسنا تحت الشريعة بل تحت النعمة؟ حاشا. ألا تعلمون أنكم عندما تقدمون أنفسكم عبيدا للطاعة فأنتم عبيدا لمن تطيعون، إما للخطيئة إلى الموت أو للطاعة إلى البر؟ لكن شكرا لله لأنه كما كنتم أنتم عبيدا للخطيئة هكذا تعطوا من قلوبكم التعليم الذي سلم إليكم، فبعدما حررتم من الخطيئة أصبحتم عبيدا للبر. أتكلم هنا حسب طريقة الناس بسبب ضعفكم وإجسادكم، فإنه كما قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة ومن خطيئة لخطيئة هكذا قدموا الآن أعضاءكم عبيدا للبر إلى القداسة، لأنه لما كنتم عبيدا للخطيئة كنتم أحرارا من البر. ولكن ما هو الثمر الذي كان لكم في هذه الأشياء التي أنتم تستحون منها الآن؟ لأن نهاية تلك الأشياء هي الموت. وأما الآن لما حررتم من الخطيئة وأصبحتم عبيدا لله لكم ثمركم القداسة والنهاية حياة الأبدية، لأن أجور الخطيئة هي الموت، وما عطية الله في حياة أبدية بيسوع المسيح ربنا.
هللويا. علمني Oh.
على هواه وشهواتي كنا نحيا بالروح فلنسلك أيضا بالروح. بارك اسمك يا سيدي. آمين ثم آمين.